السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام. ضربة قاضية من عند مايفين ستصدر بطاقة فيزا في الأيام القادمة. حاليا كي تدخل التطبيق دير ضافت بطاقة أخرى باغ إكزومبل تسيبريمي على اللي عندك الفيرتيال الافتراضية وتدخل داخل التطبيق باش دوموندي كارت واحدة أخرى تخرج لك باللي كاينة ماستر كارد وكاينة فيزا كارد. حاليا لحد الآن ماستر كارد تعاودها نورمال تقدر تعاودها، بصح كي تجي تدخل دوموندي البطاقة تاع الفيزا تقول لك حاول لاحقا. سما في الايامات هادو انا عندي حاليا جربتها مازال اسكو بالدراهم مازال ما تتحش الامور، راني راسلت الدعم بصح راهي ضربة قاضية بوسك علاه. مايفين شوف عندها حساب بنكي اوروبي وزيد عندها البطاقة الافتراضية تاعها العمر تاعها 5 سنوات. وخلينا من المزايا، سما كي راهي ماستر كارد الاخوان الكرام اللي راهم يحتاجوا الباي بال نشوفوها ان شاء الله من هاك في المستقبل نجربوها. لفعله الباي بال تعتبر ضربه قاضيه لكامل البطاقات، ما تقول لي حتى بطاقه عندها عيبها الوحيد في مايفين انها في الترانسفير تاع الدراهم بشغل يدويا تطول شويه. بار اكزومبل انا 24 ساعه نهار ونص نص نهار، هذا كل عيب الوحيد تاعها في الترانسفير تاع الدراهم. بصح اونتر مايفين اي مايفين بين مايفين مايفين راهي تجوز نورمال. الاخوان الكرام لا راهي كيما قلت لكم دارت البطاقه تاعها الفيزا فعلتها ولا تتفعل باي بار 100% راهي ضربة قاضية جميع البطاقات، ما تقول لي حتى بطاقة. باسكو انا شوف ما عنديش العاطفة في البطاقات، بصح كتعود بطاقة عندها خمسة العمر الافتراضي تاعها 5 سنوات وتدعم الجزائر على بالها بلي راك في الجزائر، سما هذه ضربة قاضية جميع البطاقات سواء في اي بلاصة. السلام عليكم تهلاو في رواحكم. اللي عنده سؤال اخويا الكرام تعليقات، واللي يقدر يخرج البطاقة مادا به يقول لنا ويخبر خاوته. السلام عليكم تهلاو في رواحكم. هنا باش تخرج البطاقة الافتراضية اخوان الكرام تدخل التطبيق تاعك الواجهة عادي، من بعد تكليكي وين كاين البطاقة. هنا واش دير، تخرج لك البطاقة تاعك لونسيا باغ اكزومبل ماستر كارد هنا دوموندي باغ اكزومبل نوفيل كارت. ها هنا واش تخرج لك هاي فيزا، فيزا فيها 4 عملات، تكليكي على الاورو ولا الدولار اللي حابو نتا. هاي بطاقة فيزا الاخوان الكرام حاليا كي تكليكي عليها راهي تقول لك عودة لاحقا. اسكو راح يلونسيوها اليوم غدوه غير غدوه مازال ما بانش الاخوه الكرام. اللي عنده خرجها ديجا ماذا به خبرنا. لحد الان هذه البطاقه جماعه توفر علينا 7 تجارب و7 مشاكل. بوسك البطاقه هذه من اقوى البطاقات حاليا، وعلاش نقول لك اقوى البطاقات؟ بوسك هاي تعرفك بلي راك في الجزائر. السلام عليكم تهلاو في رواحكم.